بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يسعدني أن أقدم لكم شرح لمنهج الصف السادس الابتدائي لطلابنا طلاب مدارس العبير الأهلية الصف السادس الابتدائي. والآن مع الدرس الأول بإذن الله تعالى. أولا نتحدث عن أنواع الكلمة. الكلمة يا أحبابي في اللغة العربية إما اسم أو فعل أو حرف. فأما الاسم فهو ما دل على معنى في نفسه دون اقتران بزمن، أي أن الاسم غير مرتبط بزمن، لأنه إذا اقترن بزمن دل على فعل. فالاسم ما دل على معنى في ذاته أو في نفسه دون اقتران بزمن، مثل اسم إنسان أو اسم حيوان أو اسم نبات أو اسم جماد. وهناك علامات للاسم مثل التنوين، فالاسم ينون، مثل كلمة قلم، قلما، قلم. وأيضا من علامات الاسم دخول ألف ولام التعريف. عندما نريد أن نعرف كلمة مدرسة ندخل عليها ألف ولام فتصبح المدرسة، هنا ألف ولام خاصة بالاسم. أيضا دخول حروف الجر على الاسم، ذهبت إلى المدرسة، فهنا دخل حرف الجر على الاسم ولا يدخل على الفعل. فنعيد مرة أخرى، من علامات الاسم قبوله للتنوين وألف ولام التعريف والجر. وأيضا إذا وجدنا كلمة بها تاء مربوطة مباشرة هي اسم وليست فعل. ثانيا الفعل، وهو ما دل على حدث مقترن بزمن. وينقسم الفعل من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام، أولا الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر. وأما الفعل الماضي فهو ما دل على فعل في زمن مضى وانتهى، وأما المضارع فهو ما يدل على زمن يحدث الآن، حدث يحدث الآن في الزمن الحاضر أو في المستقبل. وأما فعل الأمر فيدل على طلب شيء بعد انتهاء المتحدث من حديثه. ثالثا يا أبطال، الحرف. والحرف هو لفظ لا يظهر معناه إلا إذا اقترن بغيره، مثل حروف الجر أو حروف العطف أو النداء. فعندما نذكر مثالا ذهب الطالب إلى، وأوقفنا الكلام هنا، لا يظهر للجملة معنى تام. لماذا؟ لأن كلمة إلى حرف جر، فلا يظهر معناها إلا إذا اقترن بغيره. فنجد هنا عندما ندخل عليها الكلمة وهي اسم مجرور يتبين لنا المعنى، ذهب الطالب إلى المكتبة، ذهب الطالب إلى الحديقة، ذهب الطالب إلى مكة، ذهب الطالب إلى الدمام. فكل هنا في هذا المثال أوضحت لنا معنى الجملة، فالجملة أصبحت تامة المعنى. لماذا؟ لأن حرف الجر أضيف إليه اسم وضح معناه، فالحرف لا يظهر معناه إلا إذا اقترن بغيره. وهنا بيت مهم لابن مالك في ألفيته يلخص لنا أنواع الكلمة في اللغة العربية. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. هنا تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يا أبطال. لابد أن نتعرف على أنواع الكلمة جيدا، ثم بعد ذلك نتحدث عن أنواع الفعل كما ذكر، وهو الفعل الماضي في زمن مضى وانتهى، مثل كتب أو ذهب أو شرب. كل هذه الأفعال تدل على حدوث فعل في زمن مضى وانتهى. ومن علامات الفعل الماضي، يعني نركز أكثر حتى نتعلم الفرق بين علامات الفعل الماضي وعلامات الفعل المضارع وعلامات الفعل الأمر. فأما الفعل الماضي فمن علاماته قبول تاء التأنيث. عندما نقول مثالا كتب محمد الدرس، كتب محمد الدرس، عندما نستبدل كلمة محمد بكلمة فاطمة فلا نستطيع أن نقول كتب فاطمة، ولكن ندخل على الفعل تاء تسمى تاء التأنيث فتصبح كتبت، أو يصبح الفعل كتبت فاطمة الدرس. وأيضا دخول تاء الفاعل على الفعل، عندما نريد أن نتحدث
أو أتحدث عن نفسي كتبت أي كتبت أنا الواجبة، كتبت الواجبة. فهذه تاء يطلق عليها تاء الفعل. إذن الفعل الماضي له علامات وهو قبول تاء التأنيث الساكنة مثل كلمة كتبت، وأيضا دخول تاء الفاعل مثل كتبت. أيضا الفعل الماضي المضارع وهو يدل على زمن في الوقت الحاضر أو في المستقبل. ومن علاماته أيضا دخول حرف السين أو سوف. إذا رأيت فعل يبدأ بالسين أو سوف فهذا الفعل يدل عندما يكون المعنى للحاضر أو المستقبل فهذا فعل مضارع وتكون السين زائدة. فلو نظرنا إلى المثال الموجود أمامنا، سيشكر المجد ثم سوف يكافأ آخر العام. يبدأ الفعل المضارع بأحد الحروف ونجمعها في كلمة نأتي، نون والألف والتاء والياء. أي فعل ماضي عندما نريد أن نحوله إلى مضارع نضيف عليه أحد هذه الحروف الأربعة، النون والألف والتاء والياء. فعندما نريد أن نكتب كلمة مثل كتب ونحولها إلى المضارع يكتب أو نكتب أو أكتب أو تكتب. أيضا ذهب، فعندما نريد أن نحول هذا الفعل إلى مضارع يذهب أو تذهب أو نذهب أو أذهب، أضفنا أحد هذه الحروف الأربعة. وأما الفعل الأمر يا أبطال فهو يدل على في الزمن المستقبل، فلا يمكن أن أأمر أحد في زمن مضى. وأيضا من علامات الفعل في زمن الأمر هو دخول ياء المخاطبة. عندما أخاطب فتاة وأطلب منها مثلا كتابة واجب اكتبي الواجب، فهذا الفعل دل على أنه أمر في زمن الأمر. ننتقل ثانيا إلى أنواع الجملة. الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين. أولا الجملة الإسمية وهي التي تبدأ باسم ولها ركنان أساسيان المبتدأ والخبر. الطالبة مجتهدة، الطالبة مجتهدة. فإذا نظرنا إلى الكلمة الأولى فإنها مبتدأ والكلمة الثانية خبر. الحديقة جميلة. إذا الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم ولها ركنان المبتدأ والخبر. وأما الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بفعل ولها ركنان أساسيان فقط وهو الفعل والفاعل. قد يذكر في أو يأتي في الجملة المفعول به، وهذا إن دل على شيء فهو من زيادة المعنى ولكن ليس من أركان الجملة الفعلية. فقط ركني الجملة الفعلية هو الفعل والفاعل. في هذا المثال شكر المؤمن الله. من الذي شكر المؤمن؟ شكر من؟ الله. فهنا فعل وفاعل ومفعول به. وفي الختام يا أبطال أتمنى لكم الإفادة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.